والله ما تنجمش نادي الافريقي تخسر قدام الجمهور هذا، ما نجمش الجمهور هذا راه ما تغشش في رمضان، معناها شو فتره هو ما تغشش، ما نجمش يكون خاسر، معناها عملنا ببعضنا حتى 60 دقيقه، لعبنا 60 دقيقه ما عملناش 59، الحمد لله ربي وفقنا، معناها الجوارات الكل كانوا كونسونتري لاخر دقيقه ولاخر ثانيه في المباراه، الحمد لله ربي ربحنا الدربي بتاعنا وزينا البطوله، الحمد لله ربي، هذه حاجه متوقعه، معناها نحن نادي الافريقي، معناها هذه حاجه متوقعه، معناها الخريطه كانت عندنا تبدلت شوي وترجع الخريطه البلاصه عادي على الاخر، معناها بالرغم تاخر 5 بوان في المباراه، لكن عملتوا ورجعتوا في المباراه وفن. ما يقلقناش لي بوان، نحن بعدين واحد من بروحه معناتها لاخر لحظه، معناها ومادام الجروب سوليدير ومادام القلوب نظيفه، معناها من بعضنا لاخر دقيقه وعارفين روحنا نحن باش نرجعوا في سكور، وبقلت ربي الحمد لله وانتصرنا، معناها وكانت البطوله النادي الافريقي، الحمد لله يا رب، الحمد لله ان شاء الله نكونوا فرحنا الجمهور هذا الكل، الحمد لله يا رب.